السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي، أهلا بكم ومرحبا في درس جديد من دروس التربية الإسلامية مع الأستاذ أحمد جعفر. سنبدأ اليوم شرح درس الحفاظ على المرافق العامة، وهو الدرس الثاني من الوحدة الثانية. هيا بنا نتعرف على المرافق العامة وصواب المحافظة على المرافق العامة والمحافظة على المرافق العامة. والمرافق العامة يا شباب هي المنشآت والأماكن العامة التي ينتفع بها جميع أفراد المجتمع. فهيا بنا نقرأ الفقرة الأولى. الفقرة الأولى: ركب يوسف ووالده إحدى وسائل النقل العام، اللي هو بنسميه الأتوبيس أو النقل العام، لزيارة قريب لهما. وعند جلوسهما فوجئ يوسف ووالده بكتابة على ظهر الكرسي الذي أمامهما وتمزيق في بعض الكراسي الأخرى. الوالد: ما رأيك في هذا السلوك يا يوسف؟ بعض الشباب الطلبة يطلع الأتوبيس فبالقلم يمسك كده الكرسي يشقط أو يمزق، وهذا تصرف خاطئ. فقال الوالد: ما رأيك في هذا السلوك يا يوسف؟ يوسف: هذا سلوك غير صحيح يا أبي. الوالد: بارك الله فيك يا بني، إن هذه الحافلة من المرافق العامة التي يجب المحافظة عليها. يوسف: وما المراد بالمرافق العامة يا أبي؟ الوالد: المرافق العامة هي المنشآت والأماكن العامة التي ينتفع بها جميع أفراد المجتمع، وهي تكلف الدولة الكثير من الجهد والمال، وهي لا تقتصر فقط على وسائل النقل العامة بل تشمل كذلك المدارس والمعاهد. إذا المدارس من المرافق العامة، المعاهد من المرافق العامة، الجامعات من المرافق العامة، والمستشفيات والمؤسسات الحكومية والحدائق والمنتزهات، وكذلك نهر النيل وكل ما نستفيد منه لخدمتنا. يوسف: وهل أمرنا ديننا بالمحافظة على هذه المرافق يا أبي؟ الوالد: نعم يا بني، لقد أمرنا ديننا بالمحافظة عليها ونهانا عن إفسادها. قال الله تعالى، الله معايا يا شباب: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالعمل بالمرافق العامة خيانة للوطن ومعصية لله تعالى، وقد أعد الله تعالى الأجر والثواب لكل من حافظ على هذه المرافق وأصلح فيها. قال تعالى: إنا لا نضيع أجر المصلحين. فعلينا جميعا أن نقدر قيمة المرافق العامة وأن نحافظ عليها كما نحافظ على ممتلكاتنا الخاصة. يبقى أنت بيتك بتحافظ على سريرك، بتحافظ على بيتك، على الجدران، حوائط البيت، كذلك المرافق العامة. هكذا أمرنا ديننا بالمحافظة عليها، فقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يبقى قد انتهينا من قراءة الدرس، ومع الأنشطة والتدريبات. طبعا الأنشطة والتدريبات مهمة جدا جدا، لأن أنت بتثبت الدرس. النشاط الأول: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي: المقائم الموجودة في معهدنا من المرافق العامة. الإجابة صحيحة. احنا قلنا المعاهد من المستشفيات، وقلنا كل ده من المرافق العامة. تكلف المرافق العامة
الدولة الهود والمال؟ إجابة نعم صحيحة. لأن المال الذي يقوم بهذا سواء العامل أو الصالح ولا يحتاج إلى هود ويحتاج إلى مال. نمرة الفقرة الثالثة، تقتصر المرافق العامة على وسائل النقل العام فقط؟ الإجابة غير صحيحة، لأنها تشتمل تقتصر المرافق العامة. هو يوسف ووالده عشان كانوا في النقل العام دي، لا بس هي المرافق العامة، لا المستشفيات والمعاهد والمدارس كل هذا. الإجابة هنا غير صحيحة. المحافظة على المرافق العامة واجب ديني؟ نعم، أمرنا ديننا بالمحافظة على المرافق العامة. اكتب آية تحذر من الإضرار بالمرافق العامة. النشاط الثاني، الآية اللي احنا قرأناها من سورة الأعراف، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المسلمين. وأنا دائما بقول لكم يا شباب، لما يكون في درس من دروس التربية الإسلامية لابد أن أنا أحفظ آية وحديث، آية وحديث. وحتى كما شرحت في الدرس السابق، دعوة إلى الله عز وجل الآية والحديث بدأوا به، يبقى على علم وعلى دراية بالعلوم الشرعية. النشاط الثالث، المرافق العامة هي التي ينتفع بها بعض أفراد المجتمع ولا كل أفراد المجتمع ولا أكثر أفراد المجتمع؟ طبعا المرافق العامة هي جميع، هي للجميع، يبقى كل أفراد المجتمع. تكلف المرافق العامة الدولة القليل من الجهد والمال ولا الكثير من الجهد والمال ولا الكثير من الجهد فقط؟ الكثير من الجهد والمال. تشتمل المرافق العامة على ممتلكات الدولة ولا ممتلكات الأفراد ولا وسائل النقل فقط؟ تشتمل المرافق العامة على ممتلكات الدولة، على كل ممتلكات الدولة. الإضرار بالمرافق العامة معصية لله عز وجل ولا خيانة للوطن ولا منع لبعض. الإضرار بالمرافق العامة كما وردها في مصر القرآن هي هما معا، هي معصية لله عز وجل وخيانة الوطن. لما الإجابة وما معها إلقاء المخلفات في نهر النيل، سلوك حسن ولا سلوك سيء ولا تصرف عالي؟ طبعا سلوك سيء. يبقى بهذا قد نكون انتهينا من شرح درس اليوم، وإلى لقاء آخر في درس جديد من دروس التربية الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.